انتوا بتعملوا ايه يا جدعان؟ تعرف الله ده؟ لا لا كمل كمل كمل. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك. هو جاب برشلونة. انت بتصور ايه؟ سوري لا تطرح، لا اقلق، لا تطرح، انا معايا. ممكن ننزل بميت؟ لا خلاص فاطم كده. بص بقول لك ايه، ما نجيب سلسله من بتاعه الرقبه احسن. هاتيله سلسله، هاتيله سلسله. هات سلسله، هات سلسله، خد سلسله اهي، خد سلسله اهي. انت الثانيه بقى عامله ازاي؟ احنا خلينا نتابع بعض. هي رمزية يا جماعة، بس نرجع لورا شوية. رمزية في الموضوع مش أيوة ده. بس واحدة تاهم، واحدة تاهم، ما شفناش في لقاء سابق، صدمة العروسة بقى. مساء الورد، خلينا الأول نقول لك ألف مليون مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبي. إيه الحكاية؟ إيه التفاصيل؟ لما نرجع ورا شوية، نرجع لورا شوية، إيه الحكاية بس؟ الراجل مش هيمشي. إن كل إنسان في نظر نفسه غالي قوي. آه. وأنا في نظر نفسي غالي قوي قوي. آه. فكان نفسي في أنثى تقدر قيمتي وتقول لي بالحرف الواحد كده، ممكن من فضلك لو سمحت تتجوزني. آه. فالست دي قالت لي كده. قالت لك إيه معلش مرة تاني؟ ممكن من فضلك لو سمحت. قلت له ايه؟ قلت له ممكن من فضلك لو سمحت تتجوزني. لا مره تاني والنبي. اسمع لا اسمع. ممكن من فضلك لو سمحت تتجوزني. هو رد عليك. انت قلت ايه بقى؟ انا قلت لها وربي وما اعبر. اعمل لك فرح مخلي بنت اتجوزت قبل كده تحس انها فرحت. ما شاء الله. ولا بنت هتتجوز بعدين هتعرف تفرح. الا لو قلدتنا ومش هتعرف. الحب اللي بيننا والطاقه، محدش يعرف يقلدكوا كده ابدا. قصه حب عظيمه بين عليها. طب خلينا نروح للعروسه، تعرف بيكي، تعالي نعرف كده تفاصيل العلاقه الجميله دي. سوزان رسلان من سوريا. سوزان اسم مصري، انت مصريه زينا. ما شاء الله، اتفضلي. من سوريا. عمري 40 سنه. ولي سنتين مقيمه في مصر. 40 ستات ما بيقولوش اعمارهم. لا انا بقول جريئه. لا انا بقول ها انا بقول عشان بحب الحياه، مش باين علي، مش باين خالص بصراحه. ربنا يبارك لك ويبارك في عروسك. طب سؤال اول، تعالى اقعد، خلينا نروح. تدري كام سنه سنتي؟ 40 سنه برضه. قد حضرتك كام سنه؟ بس ما تجاملش. اديك 32. ما تجاملش، ما تجاملش. 35 مش 20 يا عريس يا راجل. حبيتي فيه ايه؟ اديها المايك. صدق جنيته. كان صادق؟ قال لك على علاقات النسائيه قبل مني؟ حكى لي على كل حاجه. حكى لي على كل حاجه. قال لك ايه؟ لا مش هقول لك. حبيت فيها ايه؟ انا قلت لسه من دقيقتين كنت لسه. ان احنا ما كناش ندي فرصه للاجيال اللي جايه تتعلم ازاي تختار شريك الحياه. يبقى ربنا هيحاسبها طبعا. خبره السنين لازم تتجمع عشان ندي سلة للناس ان ازاي تدور تعمل مع حد. وكل ما نقول الكلمه دي في التصوير وفي اي مكان الكل يضحك قوي. احنا شعب ما بيفكرش غير في نصه التحتاني. انت عملت لقطه يعني، عايزين نعرف هي ايه برضه. هقول لحضرتك على حاجه. طبعا انا عارف ان كل الكومنتات وكل الكلام هيقول لك عشان الريتش وعلشان يطلع وعشان ترند والكلام اللي بنسمع عنه ده. اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم، لو اللي انا عملته ده هترفع رجلها هتلاقي تحت منها بنوس سليمان وانا ما بحبهاش وهي ما تستاهلش ده، والله ما انا عم. ان ست تقول لراجل، ست عربيه تقول لراجل ممكن من فضلك لو سمحت تتجوزني قدام الكاميرات، دي ما يغلاش عليها اي حد طبعا. وكل حد مثلا بيقول لك صباح الخير بتقول له يا صباح الفل، يا صباح الورد. ايوه بنقول كده. اللي يقدم لك هديه لازم تديه الاعظم منها، وكل واحد بيدي قيمته. ايوه. فهي ادتني اللي ما اديتوش انثى الراجل، هي باين عليها. وانا لازم اعمل لها مكسوفه جدا. وانا لازم اعمل لها بتدمع. ورين كده يا جماعه انتوا. ما شاء الله. جميله. ايه اكتر موقف حبيتيه في العلاقه نفسها بتاعه التعارف والارتباط والخطوبه؟ كان ايه اكتر موقف؟ من اول مكالمه بيني وبينه انا اتصلت عليه عم بستشيره بالموضوع. أيوه. كان عندي مشكله، قال لي بيت اخوك مفتوح لك، جيب عيالك وتعالي اسكني عندي. انا هترك لك البيت وامشي.
ما تفتكريش انه مالكيش حد ما تفتكريش انه مالكيش حد في مصر. انا ماليش حد هنا ابدا, انا وعيالي بس. اللي بيت اخوك موجود لحتى الله ياخذ امانته, واللي انت عاوزاه حتلاقيه وقتها. بس انا اطمنت, انا بحب المصريين, هو شعب طيب, بس حسيت معه الامان. والامان هذا وطن اي ست في الدنيا انه تلاقي الامان, ما مهم الارض والوطن, المهم تلاقي بحضن جوزها الامان. طيب التفاصيل بتاعت وعده ليكي بانك هتكوني يعني المرأة اللي هتشغل الرأي العام فترة اللي جاية, كنت واثقة فيه ولا ايه؟ اكيد. ليه تصورته؟ ليه صورته اللقطة دي؟ البعض يهاجمكم. لا لا ما خفناش. بص لك يا ابني, تفضل. نحن عايشين السعادة بقى. لا اخي اخي احنا لسه صغيرين. ما تفرقش كل يا اخوان. الحياة بقى الى شوي صغيرة وبتخلص عندي وعنده. طبعا. فهنستمتع بكل ثانية انا وهو. وعدتيه بكده. في لحظة رومانسية قلتي له هو مجنون وانا مجنونة اكتر منه. لا ازاي, ده احنا مجانين اكتر منكم. لا مستحيل. مستحيل. الناس الناس ممكن تهاجمك وتقول لك انك انت باحثة عن شهرة. كلام هتقول كده. يقدم ولا يأخر. يا سلام. كلام الناس. الله الله. ملامه وحيرة مش اكتر. كملوا بقى. كملوا, ده انتوا كابر رائع. اقول لحضرتك على معلومة بس بسيطة. انا عايش في الدنيا انا 60 سنة. 60 والله اديك 35 والله. ما شاء الله النعمة باينة عليك. الحمد لله. ما بص حبيبي, السعادة في الرضا انك ترضى بقدر الله, دي السعادة المضمونة اللي بجد. ايوه. فربنا اكرمني وحصلت عليها. نعم. تمام. انا ببص كل الناس بنظرية جحا ولا هتركب انت وابنك مش هيعجب الناس. مش هيعجب. هتركب ابنك وهتمشي. هينتقدوك. هتشيل الحمار على كتافك هيقولوا ده الجن. طبعا. انا مالي ومالي الناس يا صاحبي. انا مراتي اللي عرفت قيمتي وحبتني وانا بحبها. احضني. مراتي. ما شاء الله. بس احنا كده قدام الكاميرا بوزين. اي حد معدي اي بس حد. ايوه. طب قبل ما نروح للعروسة ونتكلم, هاتوا منديل هنا. نروح للعروسة ونتكلم عن تفاصيل الميك اب الفستان. يعني ما شاء الله قمر. احنا مش بنعكس. يا حبيبي عاكس وخد راحتك. عاكس وخد راحتك. انت واثق في نفسك. طبعا. واثق في قصه حب. طبعا. جدا. ما شاء الله. ايه ايه بقى اللي خلاكي؟ طبعا. ما شاء الله. ايه اللي خلاكي؟ اعمل لك زي ما ها ايه تاني خلص يا ولد. جميله جميله. دي اول من وقت التسعين. طبعا. هل دي اول زواجة لحضرتك؟ ومعلش في السؤال انا اسف يعني. لا دي التالتة. ياه. وبتجاوبي كده. دي التالتة. دي اللي يمنع يعني. اصل احنا كرجالة مصريين لما نيجي نقول لك اتجوزت قبل كده يقول لك لا, ويبقى متجوز 13 مرة. 28. قادرين عليها؟ عدينا. بلس 28. عدينا. اتفضل. انا يوم ما قابلتها وعرفت قيمتها بجد. انا من عشاق نزار قباني وقزم الساج. قالت لي ما بدي هيك كلام, بدي اسمع كلام ما سمعته انس. وانا بطبيعة الحال شاعر. طب اقول لها ايه الست ديت؟ في الاخر بصيت في عينيها كده قلت لها يا غالية يا نادرة. يا نادرة. قالت لي بتكفينا عن المعلقات السبع. لا معلش بص لها تاني وعيد المشهد ده. قلت لها ايه؟ شاعر. يا غالية يا نادرة. ايوه. لا 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 يا جماعة. لا يا جماعة. معنا يا جماعة. ربنا يهنيكم. بصيت قلت لها لما يكون الراجل عنده عصافير والله الراجل عنده صفر نفسه لو حصل عشان طبعا كلنا ما حدش فينا يدخل عليه الازمة السورية. ايوه. ايوه. طبعا. الشرف لسه ما انت سمعتش الباقي. قلت لها بص ايوه لو ظروفي الاقتصاديه ايوه او النفسيه او الجسديه. لا وضح لنا واحده واحده. لو ظروفي ايوه النفسيه او الاقتصاديه او الجسديه ايوه خلتك تمارس العلاقه مع 1000 راجل ايوه وعايزه تعيش في حضن راجل. اتفضل اتفضل احنا متاسفين. حتى لو ظروفك اضطرتك انك انت تعاشر 1000 راجل ايوه طالما عايزه تعيشي بالحلال في حضن راجل يستهلك انا موجود. وانت كنت راجل. طيب ال- 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 التفاصيل بتاعه انك انت يعني معلش احنا مجتمع شرقي حبتين فلما تيجي تبوس رجلها يقول لك ايه ده بايس بس رجلها ده دلدول الست. والله العظيم بيتقال كده. ما بيحترموش الراجل لما بيحترم الست. انت عملت ده. انت عملت رد. ده خليه هو يرد. طبعا قديما عايزين ودي اسئله الجمهور قديما ايوه قديما ايوه واحنا مشكلتنا انا اسف اللي اقوله ده ومحدش يزعل مني قله الثقافه استاذ انكو قله الاطلاع ايوه لكم على الامور وجهه نظر سطحيه ايوه وجهه نظر
سطحية وتحترم. أنا بحترم وجهة نظرك. قديما حضرتك كانت تقاس هيبة الرجل من جبين زوجته. إيه طب استنى كده. آه مبسوطة. يبقى إذن هي يعني يعني إيه قديما؟ قديما اللي هو كان الملوك بيروحوا يتزاوروا مع بعض وكان الملك هو داخل زي ما انا طلبت منها كده واحنا نازلين ان يخش من الملكه وايده على ايدها كده حاطين ايديهم على بعض رجع عشان نجيب الايدين والبصاصين اللي في الجيوش ايوه ما كانوش بيشغلوا بالهم غير بجبين الملكه ايوه لو كانت يعني انت بص رجلها عشان هي ملكه؟ طبعا اقسم بالله العلي العظيم لو تحت رجلها كنوز سليمان هبوس رجلها وهتشيل رجلها بعد كده اخد كنوز سليمان من على الارض وانا ما بحبها وهي ما تستاهلش ما انا عامل كده ايوه انا يا ابني بلعب في الوقت الضايع بقول لك الحاجه لا صحيح. ربنا يديك الصحه امال يا عريس لو تعمل معاها كده كل يوم يعني تكريم ليها ولا صحه ناويين ادي المايك للعروسة معلش ادي العروسة لا 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 العروسة لا لا المايك للعروسة اتفضل تيجي وتجيب اتنين معاك بعد مين ايه انت بتقول له والله الصحه مش هتقدر بقول لك لا هو بيقول لك مش هتقدر تعمل كده كاحترام للعلاقه أيوة على طول أيوة. طول الوقت طول الوقت كتبت عنها من 9 سنين قبل ما اشوفها كتبت عنها من 9 سنين كتبت زيها بروايه مسجله في دار الكتب ما شاء الله مش كتابه كده ما شاء الله خلينا نروح للعروسه قلت لها تعالي الابتسامه الجميله عارفه اللي حصل بيننا قالت اه رحت فتح لها الروايه قلت لها خدي اقرا حقيقه وقريتيها طب اديها المايك معلش اتفضل دلوقتي عايزين نسال عن كيف بدات العلاقه الرومانسيه هذه بينك وبين يعني العريس قابلته كم مره خرجتوا فين عزمك على ايه عزمني على فرح اول لقاء بيني وبينه كان عزمني على فرح ويكون فرحه ما هو كان اول خطوه من فرحه ايوه شايف العلاقة ممكن تمتد في الوقت القديم؟ معلش في السؤال ده أصل الرجالة المصريين دايما بيبقوا كده يعني اللي هو ايه يعني بيغضبوا بسرعة جاهزة؟ دائما دعائي إله يا رب يومنا سوا عشان لا أنا أزعل عليه ولا هو يزعل علي فورا نتلاقى سوا فوق الأسرة طبعا كان هل كان فيها اعتراضات هل كان فيها لا لا لا, 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 لا العلاقه مشيت ازاي في, في في الاطار ده ولا حاجه انا بعمر مش صغير اخذ قرار اتجوز امتى ولا اتجوز مين طبعا انت براحتك عايز لايك بس طبعا الكبير الاخوات بالمانيا طبعا وتاخد رايهم اخذت رايهم وحكيت لهم عنه وعرفتهم عليه وكذا وقالوا لي توكلي على الله نحن بيهمنا يا اختي الاخلاق صح تكوني مطمئنه عايشه بامان وهل انت امنه مطمئنه دلوقتي بجد الحمد لله لو كنت مش امنه مطمئنه هتلاقي بصي كده لا بصراحه الابتسامه ماليه وجهك وماليه وجهك برضه انا بحبه وبعشقه هل تهمك الانتقادات الانتقادات الموجهه لي ليكي من يعني ايه يعني انت دلوقتي ازاي سمحتي بالتصوير وهم وهو بيلبسك الذهب في رجلك حركه جديده دي الناس ممكن تقول كده انت بقى بترد على التاني.